يسعدني أن أجدد اللقاء بكم مرة أخرى، وسنشتغل إن شاء الله هذه الصبيحة على موضوع من صيغ امتحانات البكالوريا 2014، وهو سؤال يتعلق ب: هل يمكن لنظرية لا تؤكدها التجربة أن تكون علمية؟ إذن كيف وما هي الخطوات التي يجب أن نتدرج عبرها من أجل أن نكتب موضوعاً يكون في المستوى المطلوب أو يقترب من المستوى المطلوب؟ إذن أول مسألة كما تعودنا أن نشتغل هو أن نضع السؤال ضمن إطاره، أي المجزوء التي ينتمي إليها. من ملاحظة المفاهيم المؤسسة للسؤال، مثلا مفهوم النظرية، مفهوم التجربة، مسألة العلمية، نجد أنه يدرج في إطار مجزوءة المعرفة. إذن مجزوءة المعرفة هي الحاضرة هنا، خاصة في جانبها المنهجي من خلال النظرية والتجربة. غنحاول معكم أنني نعطي العناصر ديال الإجابة نظريا ونشتغل عليها من أجل توصيلها حتى تكون مفهومة، ثم بعد ذلك نصرف هذا الفهم في إطار واحد المقاربة استئناسية للإجابة على السؤال. إذن أول مسألة يجب أن نعرض لها وهي أن نضع المجزوء، أن نضع السؤال في المجزوء التي ينتمي إليها، باعتبار أن الإنسان كائن عارف، لا يمكن أن نلغي هذه الصفة أو هذا التوصيف الذي يميز ماهية الإنسان. هذا السعي نحو المعرفة جعله ينتج معارف متعددة، لعل من بينها المعرفة العلمية، لأن السؤال كيحطنا في إطار المعرفة العلمية، لأنه كيقول لك هل يمكن لنظرية لا تؤكدها التجربة أن تكون علمية؟ إذن نحن نعرف أن ما أنتجه الإنسان على امتداد وجوده وعلى امتداد تاريخه المعرفي مجموعة كبيرة من المعارف، لا تشكل المعرفة العلمية إلا جانبا منها، ولكنها هي المقصودة وهي التي سنقارب اعتمادا على هذا السؤال. إذن المقدمة يجب أن نستحضر فيها الإنسان ككائن عارف أنتج مجموعة من المعارف من أجل فهم وتفسير الفهم والتفسير والتنبؤ وإحكام سيطرته المعرفية على مجموعة من الظواهر، سواء تعلق الأمر بالظواهر الطبيعية أو الظواهر الاجتماعية. ولن نقف عند ما أنتج من معارف، وإنما سنتحول انطلاقا من إكراه السؤال أو مطلب السؤال إلى المعرفة العلمية التي نستحضر فيها مفهومين مركزيين هما النظرية والتجربة. إذن طرح الإشكال بعد أن نمهد تمهيدا عام للإجابة سيكون طرح إشكالي. أول مسألة غنلاحظ هذا مفهوم مركزي أساسي، ثم المفهوم الثاني هو التجربة ودور التجربة في تأكيد علمية النظرية. هل يمكن أن نقول أن نظرية علمية في غياب وجود تجربة؟ إذن طرح الإشكال سيكون كالتالي: ضروري أنني أعرف النظرية، ما النظرية؟ وليس النظرية فقط، وإنما النظرية العلمية. إذن ما النظرية وما النظرية العلمية؟ ثم هذه النظرية العلمية مشروطة في السؤال بوجود التجربة أو بتأكيدها عبر التجربة. إذن أيضا أتساءل ما التجربة؟ سؤال أساسي. أسئلة هذه كلها أسئلة تعريفية، يجب أن أعرف المفاهيم التي سأشتغل بها. إذن ما التجربة؟ وهل يمكن أن تكون محك العلمية بالنسبة للنظرية؟
معناه محك العلمية، بمعنى أنها لا يمكن أن أؤكد علمية نظرية ما إلا من خلال التجربة. إذن سؤالين مركزيين أساسيين، أحدهما يتعلق بالنظرية ومسار النظرية العلمي، ثم ما التجربة وما الدور الذي يمكن أن تلعبه في تأكيد علمية النظرية. سؤال يطرح على ضوء هذه الأسئلة، سؤال يقتضي فهما خاص ويقتضي اطلاعا على الدرس، وهي: هل كل النظريات التي أنتجت وتنتج في مجال العلم قابلة للتأكيد التجريبي؟ أتمنى تكونوا فهمتوا معي هذه الأسئلة. أشتغل انطلاقا من هذه الأسئلة، أن أعرف النظرية وأتحول من النظرية بصفة عامة إلى النظرية العلمية، أعرف التجربة وأحاول أن أقارب السؤال على ضوئها من خلال أبين دور التجربة في تأكيد علمية النظرية. هذه هي الأسئلة العامة التي سأشتغل بها، وضمن التحليل سأنفتح على مجموعة من الإشكاليات الجزئية التي ستساعدني في اشتغالي على هذه الأسئلة المركزية. سؤال يطرح: هل كل النظريات التي أنتجت وتنتج في مجال العلم قابلة للتأكيد التجريبي؟ إذن أن تؤكد للتأكيد التجريبي، أن أؤكدها عبر التجربة. هذا كله غادي يعطيني الجانب الأول وهو المقدمة. تحليل المقدمة كما قلت سابقا وكما أؤكد هي عتبة للاشتغال، يتم فيها نوع من التعاقد بين التلميذ وبين المصحح. ما سأشتغل عليه يتأثر فيما يلي: كنحط المجزوءه ديالي، كنركز على المفاهيم المركزية في هاته المشيل في المجزوءه وإنما في السؤال، وكنحاول أنني نعطي الإطار العام للإجابة الذي سأشتغل عليه في خطوتين منهجيتين أساسيتين، وهما التحليل أولا ثم المناقشة بعد ذلك، لأصل من خلال اشتغال هذا إلى خاتمة تخريجية لما تم الاشتغال عليه في عنصري التحليل والمناقشة. إذن ما هو التحليل؟ سيكون التحليل هو توضيح لهذه المفاهيم. توضيح لهذه المفاهيم ليس فقط مجرد توضيحات جرد تعريفات لها، وإنما في علاقة بالمطلوب، في علاقة ببناء الإجابة، أن أبني الإجابة كندير خطة استراتيجية تعلمتها وتعودت عليها من خلال اشتغالي، أنني أن استعمالي للمفاهيم هو استعمال وظيفي من أجل أن أنجز بها إجابة وأن أبني بها موضوعا متكاملا من المقدمة إلى التحليل إلى المناقشة إلى الخاتمة. إذن أول مسألة غنشوف واحد المقدمة هي فقط مقدمة استئناسية. يتأثر السؤال واعتمادا على المفاهيم المؤسسة له، تابعوا معايا، واعتمادا على المفاهيم المؤسسة له، هذا مفهوم مؤسس للسؤال وهذا مفهوم مؤسس للسؤال، واعتمادا على المفاهيم المؤسسة له كالنظرية كالتجربة هذا مفهوم أساسي أيضا، لأنه ما قالش هل يمكن لنظرية لا تؤكدها التجربة أن تكون نظرية صحيحة، قال نظرية علمية. إذن أيضا النظرية التجربة العلمية ضمن مجزوءة المعرفة التي تؤكد ذلك التوصيف الذي يجعل من الإنسان كائنا عارفا. إحنا عرفنا سابقا وعلى امتداد الدروس التي درسنا أن الإنسان تتعدد توصيفاته، فهو كائن عاقل، كائن سياسي، كائن اجتماعي، كائن أخلاقي، وهو أيضا كائن عارف يسعى نحو فهم وتفسير مختلف الظواهر التي تقع تحت طائلة المساءلة المعرفية،
سواء أكانت ظواهر طبيعية أو ظواهر اجتماعية. عندي نقطة، إلا أن السؤال موضوع الاشتغال ينقلنا من المعرفة عموما إلى معرفة خاصة، إنها المعرفة العلمية كنموذج معرفي له خصوصيته المنهجية في بناء حقائقه. المعرفة العلمية هناك معارف متعددة، كل معرفة لها مجالها، لها طرق اشتغالها، لها حقائقها. إذن لذلك قلت كنموذج معرفي له خصوصيته المنهجية في بناء حقائقه وتلخيص بعضها في نظريات وفق القواعد التي تصاغ بها المعارف العلمية من أجل استثمارها في التحكم في معرفة جانب أو جوانب من الواقع الطبيعي والاجتماعي، وفي إطار ما يعزز هذه المعرفة من نظريات نتساءل. طرح التساؤل ديالي هو هذا. إذا المقدمة بديت بالعام ودخلت المعرفة العلمية على اعتبار أنها معرفة متميزة على مستوى ما ينتج فيها، على مستوى آليات اشتغالها، وعلى مستوى تحصيل حقائقها. إذا عندها آليات للاشتغال. في إطارها، في إطار هذه المعرفة غنرجو الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال التحليل. إذا غنبدأ التحليل ديالي من خلال التعريف ديال المفاهيم. أول مفهوم وهو المفهوم الأساسي الأول، طبعا سأشتغل على النظرية. إذا التحليل غنبدأ بأن من المفاهيم المؤسسة للسؤال يحضر مفهوم النظرية، لأنه كمفهوم موازي في السؤال من جهة، وحينما أتحدث عن المعرفة أتحدث عن نظريات متعددة. إذن غنعرف النظرية باعتبارها نسق تأملي من المقترحات المنهجية التي نستهدف من خلالها التحكم في معرفة جانب أو جوانب من الواقع. وغنقول أنه الموضوع لا يتحدث عن النظرية فقط، وإنما تحصرها لي في مجال ما وهو النظرية العلمية، علما بأن النظريات تتعدد بناء على المعارف. غنقولها في التحليل ديالي أن هناك نظريات مشروطة بتعدد معارف الإنسان، نظريات سياسية، نظريات اقتصادية، نظريات دينية، نظريات فلسفية، ولكن السؤال يضعنا في مجال ما معين وهو مجال النظرية العلمية. إذن ما غنبقاش نشرح فقط ما النظرية وما النظرية العلمية، لماذا تتميز كنظرية إذا قيست بالمجال المعرفي على اتساعه. إذن غنشرح النظرية هي إطار عقلي تأملي تجريدي، وغنجيب أيضا الدلالة الاشتقاقية بأنها مشتقة من النظر العقلي، وغنجيب تعريف أيضا مثلا ديال أحد التعاريف اللي كتأكد لي دلالة النظرية، مثلا كمثلا ابن منظور يعرفها بأن استعلام ما ليس معلوم اعتمادا على ما هو معلوم مثلا. وغنقول إن السؤال لا يتحدث عن النظرية بإطلاق بل عن النظرية العلمية، وهذا غيفتحني على إشكال جديد، وهو ملي نقول النظرية العلمية راه عندي علوم متعددة غنحصرها في علمين رئيسيين أو مجالين للعلم رئيسيين، مجال العلوم الحقة والعلوم الإنسانية. هل النظرية في الفيزياء مثلا أو في الرياضيات هي النظرية في علم النفس أو في علم الاجتماع؟ طبعا لا. اختلاف النظريات باختلاف العلوم هو اختلاف تضع الموضوعية في مقابل الذاتية. إذا كان اشتغال العالم على ظواهر الطبيعة لا يطرح أي إشكال، لا يتيح المجال لتدخل الذاتية، فإن الاشتغال في العلوم الإنسانية، اشتغال في ظواهر تتعلق بماهية الإنسان وخصوصيته، يطرح أكثر من إشكال، خاصة إشكال الذاتية. بمعنى إلى أي حد في علم الاجتماع أو علم النفس أن أحقق الموضوعية والدقة بنفس المستوى الذي أحققه به في العلوم الحق. إذن هذا الشيء كله غنقوله في التحليل، إشارات ذكية وإشارات تتخدم لي على المطلوب، لأنني غندرج إلى النظرية،
غنتحول منها الى النظريه العلميه، والنظريه العلميه غتفتح لي على اشكال ان النظريات تختلف بين نظريات العلوم الحقه والنظريه في العلوم الانسانيه التي تترك مجالا لتدخل الذاتيه، التي لا يمكن مثلا حتى حينما سنصل للتجربه سنجد ان الاشتغال في مجال العلوم الانسانيه لا نشتغل فيه بنفس التجريب في العلوم الحقه. إذن غنشرح النظريه، غنطرح، غادي نفتح الاجابه ديالي على هذه الاشارات، وغنقول ان ما يهمنا هو النظريه العلميه باطلاق، فما دور التجربه في اثبات علميتها؟ وقبل ذلك ما التجربه؟ والتجربة أيضا حتى في التحليل ديالي راه غنناقش بعض القضايا. ما هي؟ حينما أقول تجربة، تجربة معناها أولا في الحس العام، ثانيا كنوع من مراكمة ديال الخبرات في مجال معين، ثالثا التجربة التي إذا استقرأت المنهجية العلمية أجد أنها تحكم لي على الفرضية وتوصلني إلى القانون. إذن عن أي تجربة أتحدث؟ والتجربة الكلاسيكية ليست هي التجربة حينما أصبحنا نقارب الأجزاء البسيطة جدا كالذرة أو الماكروفيزياء. إذن التجربة مفهومها أيضا يثير أكثر من لبس وأكثر من استفهام، يجب أن نشير بنوع من الذكاء إلى ما يحدد أيضا مجال التجربة. إذن ثم إذا غنكون شرحت مفهوم النظرية وشرحت مفهوم التجربة انطلاقا من الإشكالات الجزئية التي يفتحني عليها هذا الشرح، لأتساءل إن التجربة، إن ما يهمنا أن التجربة تدخل انطلاقا من السؤال أو تدخل كأساس ليحكم لي أو كمعيار أو كمحك أو كآلية لكي أؤكد علمية النظرية. فهل يمكن تأكيد علمية النظرية انطلاقا من التجربة؟ بماذا سأجيب؟ سأجيب بمجموعة من المواقف. صحيح لا يمكن أن أنكر دور التجريب، وصحيح أنني أنا أيضا كدارس، أنا أيضا كتلميذ ألاحظ أن التجربة تلعب دورا ما. علاش قلت أنا دورا ما؟ لأن أهميته تختلف بين سياق فلسفي أو فكري أو علمي وآخر. الذين يؤيدون التجربة في مجال المعرفة العلمية ليس هم الذين يرون أن التجربة ليس لها الدور الحاسم وليس لها الدور الأساسي. إذن غنقول أنا كتلميذ إن التجربة لا يمكن إنكار أهميتها. مستوى هذه الأهمية مشي أنا الذي سأقيمه، سألجأ فيه إلى مجموعة من المواقف، إما أن تؤيد للتجربة تأييدا تاما وترى أنها المسؤولة عن بناء النظريات العلمية، كما سنرى بالنسبة موقف يؤكد أن علمية النظرية الفيزيائية يتم من خلال التجربة. ثم غنجي بعد ذلك إلى مواقف ترى أن صحيح أن للتجربة دور ولكنه ليس دورا حاسما، ثم بعد ذلك أنتهي إلى استخلاص. إذن في اشتغالي غادي ننطلق من المفاهيم، طبعا درت المقدمة ديالي، درت الطرح الإشكالي، في التحليل غادي نشرح المفاهيم وغنربط العلاقة بين المفاهيم على ضوء السؤال وعلى ضوء مطلب السؤال، وغادي نبقى في السؤال على اعتبار أنه إلى أي حد أتساءل، إلى أي حد أن التجربة بإمكانها أن تسوق إلى العلمية، إلى علمية ماذا؟ إلى علمية النظريات في مجال العلم. باش غادي نجاوب؟ غنجاوب بالمناقشة. المناقشة غتعطيني مجموعة من المواقف، إما ترى أن للتجربة دورا أساسيا وحاسما، وإما أنها تقلل من قيمة التجربة. وغادي يكون في نهاية المطاف استخلاص ديالي أنا، غتشوفوني كيف سنفتحه.
إذن هاد المعطيات اللي قلت غادي نحاول أنا نعطيكم مقاربة لها، تسمعوها تستفدوا من بعض أشيائها، ويمكن أن تكتبوا أحسن منها أيضا. إذن إحنا وقفنا في الطرح إشكالي، غنجي التحليل، ونبغيكم انتبهوا معي مزيان. انطلاقا من الحقل التساؤلي الذي يضعنا فيه السؤال، نستحضر مفهوم النظرية الذي يقتضي تعريفه. فالنظرية إطار عقلي مؤسس من المبادئ والقوانين التي تنظم ملاحظة الباحث لظاهرة ما قصد بناء معرفة حولها. غنحاول نمشي بشوية باش تسمعوني مزيان وتاخذوا بعض الجمل. ومن ثم فهي نسق عقلي تجريدي يراد به التحكم في جانب أو جوانب من الواقع، أي فهمه وتفسيره وإعطاء صورة مضبوطة ومنظمة عنه. هذا فضلا عن أن النظري على المستوى الاشتقاقي هي نوع من النظر العقلي، كما أن ابن المنظور يعرفها بأن ترتيب أمور معلومة على نحو يؤدي إلى استعلام ما ليس معلوما. هذا تعريف النظرية. لاحظوا كيفاش غنتاقل أنا. إذا كان هذا التحديد من شأنه أن يلقي الضوء مبدئيا على مفهوم النظرية، فإن السؤال يحدد نوعا خاصا من النظرية. أنا قلت لكم هذا الشيء نظريا، الآن أنا أصرفه أمامكم عمليا. لاحظ، فإن السؤال يحدد نوعا خاصا من النظريات، إنه النظرية العلمية. وهنا يطرح إشكال آخر، على اعتبار أن مجال العلم واسع ويوزع بين علوم حقة أو دقيقة وعلوم إنسانية، فطبيعة النظرية في مجال العلوم الحقة هي غيرها في مجال العلوم الإنسانية التي تتلمس طريقها نحو الموضوعية، والتي تلعب فيها الذاتية دورا مؤثرا. هذه الأشياء عرضنا لها وإحنا كنهضروا على وإحنا نتحدث في المعرفة وفي النظرية والتجربة وعلى العلوم الحقة والعلوم الإنسانية. ضروري أنا كتلميذ نكون عارف هذه الأشياء، عارف ما طبيعة العلوم الحقة، ما طبيعة العلوم الإنسانية. إذن قلت تتلمس طريقها نحو الموضوعية، لأن الظاهرة التي تدرسها ليست يعني مماثلة للظاهرة الطبيعية، هي تدرس الإنسان، ومن الصعب أن ندرس الإنسان دراسة موضوعية دقيقة كما ندرس ظاهرة مثلا فيزيائية. إذن وبالتالي فالعلمية في هذه الظواهر، يعني الظواهر الإنسانية، لا تقوم على التكميم. معنى التكميم أننا كنحول نتائج بحثي إلى أرقام ومعادلات رياضية. والتعميم، تعميم أيضا مسألة علمية، بمعنى أن كلما توفرت واحد الشروط أن ما توصلت إليه من نتائج متى كانت ظواهر مشابهة ينطبق عليها ذلك أو يعمم عليها. واعتماد آليات مضبوطة ومقننة قد لا يسري على هذا النوع من الظواهر. تنظر على الظواهر الإنسانية. إذن فسرت أن هناك نوعان، أن هناك نوعين من الظواهر، أو أن هناك نوعين من العلوم. أتابع، إن السؤال لم يفصل في المجال الذي تندرج فيه النظريات، بل هو يتحدث عن النظرية العلمية بإطلاق. وفعلا كيقول ليش النظرية في العلوم الحقة والعلوم الإنسانية، يتحدث عن النظرية بإطلاق، ويتساءل عن مدى إمكانية تأكيدها عبر التجربة. والتجربة أيضا كمفهوم يدعونا إلى تحديده كما قلت سابقا. إذن غنعرف التجربة، ولكن غنعرفها بإيجاز، فمعناها في الحس العام إيجاز، ولكن فيه واحد الخلفية ديال أنني عارف. فمعناها في الحس العام، معناها في الحس العام بمعنى أن الحياة اليومية هي كلها عبارة عن تجارب لا علاقة لها بالتجربة العلمية التي تحكم لي على صحة النظرية. إذن فمعناها في الحس العام ليس هو نفس المعنى الذي تعنيه ما ارتبطت بالخبرة والكفاءة في مجال مهني ما، كما قلت
كنقول مثلا هذا مثلا هذا الطبيب او هذا مثلا هذا المهندس او هذا الميكانيكي راكم خبرة ويمكن ان يكون في مجالي احسن تجربته احسن من تجربتي مماثل له في نفس المجال. اذا ارتبطت بالخبرة والمران الذي يتميز به شخص في مجال معين، وليس هو نفس المعنى الذي تعنيه متى حضرت المعرفة العلمية. وهذا المجال هو الذي يشدنا إليه السؤال موضوع الاشتغال، إنها خطوة منهجية حاسمة في الوصول إلى اليقين أو الوصول إلى العلمية. لكي نقول هنا استحضر بعض التحديدات للتجربة، إنها مساءلة للظواهر عبر طرق التجريب المختلفة وإرغامها على الجواب، وبالتالي فهي خطوة منهجية أساسية نحو اليقين والموضوعية. ولعل هذا هو ما يتغياه السؤال، وهو يتساءل عن دورها في تأكيد علمية النظرية. إذن شرحت المفاهيم ديالي، درت هذيك الخارجات اللي قلت لكم، أو هذاك مثلا توجه في إطار المفهوم المركزي إلى ما يثير وإلى ما يطرح. إذن أنا واقف عند أن التجربة هي نوع من المساءلة للظواهر، هي نوع من المحاكمة لها من خلال للفرضيات، أعتذر، للفرضيات من أجل الوصول إلى معرفة صفتها اليقين، صفتها الدقة، صفتها الموضوعية. فإلى أي حد تعد التجربة هي ما يؤكد علمية النظرية؟ تنعاود السؤال ديالي، ولكن كنعاودو باش كندخل به المناقشة. إلى أي حد تعد التجربة هي ما يؤكد علمية النظرية؟ شنو هي المناقشة؟ المناقشة هي إيراد مجموعة من المواقف، بعضها كما قلت يؤيد ما جاء في السؤال أو في النص أو في القولة، وبعضها يعارض. هذا السؤال فيه الاحتمالين، لماذا؟ لأنه مبني على استفهام. يمكن أن تكون التجربة لها الدور الحاسم والرئيسي في الحكم على النظرية بأنها علمية، ويمكن أن لا يكون كذلك. بالتالي أنا مطالب بأن أستعرض أكثر من موقف في واحد النوع من التوضيح للإجابة ديالي، لبناء الإجابة، لإعطاء السؤال بعده من المناقشة. إذن غنبدأ المناقشة ديالي، وانتبهوا لي، كيف قلت لكم كما أقول دائما، لا نأتي رأسا إلى المناقشة، لابد أنني كندير واحد الاستخلاص، كندير واحد الفكرة بها كنبدأ. لعل المواقف الفكرية تختلف بصدد هذا الإشكال. أي إشكال؟ إشكال إثبات علمية النظرية انطلاقا من التجربة، ولعل اختلافها راجع إلى المرجعيات التفسيرية التي تنطلق منها من جهة، ولتطور المعرفة العلمية نفسها عبر التحولات ومستوى التطور الذي عرفه تاريخ العلوم، والعلوم الحقة خاصة موضوعا ومناهجا، لأن التاريخ التطوري للعلم أفرز رؤى متعددة، رؤى على مستوى ما ينتج فيه، ورؤى أيضا بالنسبة لمناهج مقاربة الحقيقة فيه. إذن من بين هذه المواقف نشير إلى ما يلي: إن التجربة تشكل في المجال العلمي أساساً لضمان صدقية وعلمية النظرية وثباتها، وبالتالي فلا يمكن أن تتحقق علميتها دون اعتماد التجربة. في هذا السياق نستحضر موقف كلود برنار، موقف مثلاً كيفي، فهما معاً يؤكدان التجربة كخطوة أساسية لا بد منها. كويري أيضا يؤكد أهمية التجريب، وبوجه خاص أشير إلى بيير دوهايم، يؤكد بدوره على أهمية التجربة، ويرى أن معيار صدق النظرية يأتي من التجربة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالنظرية الفيزيائية. تيقول
إن الاتفاق مع التجربة يشكل بالنسبة للنظرية الفيزيائية المعيار الوحيد للحقيقة. في معارضة لهذه المواقف، ماشي معارضة كلية لأن التجربة لها دور لا يمكن إنكاره، ولكن ليست يعني بالأداة التي هي الوحيدة التي نحكم بها على النظرية. إذن روني توم مثلا يرى، تقول إن الاعتقاد بأن استخدام التجريب يتيح وحده التحليل السببي لظاهرة من الظواهر يعد وهما. إن التجريب وحده عاجز عن اكتشاف سبب أو أسباب ظاهرة ما. إينشتاين يرى، أنا كنحاول نظرا لإكراه الوقت أنني نعطيكم المواقف أكثر من أن أفسر. يرى إينشتاين كيقول، هذا الكلام دياله هو، إن المبدأ الخلاق في العلم لا يوجد في التجربة بل في العقل الرياضي، ومنه فالتجربة لم تعد تمثل أساس النظرية، إذ لا بد من الاعتراف بإبداعية العقل العلمي وقدرته على فهم الواقع بطريقة جديدة. بيير تويليي آخر واحد تقول إن صدق نظرية ما لا يرتبط بمدى تأكيدها تجريبيا فحسب، فالتحقق التجريبي لا يعطي دلائل قطعية وإنما يعطي تأكيدات جزئية ومعرضة دائما للمراجعة، إنه لا يشكل إلا فحصا من بين فحوص كثيرة. بقى لي استخلاص أو خاتمة. استخلاص أو خاتمة، وهو أنني غنحاول أنا من هذا الاختلاف نخرج بموقف. لاحظوا إن ما تكشفه هذه المواقف هو أن التجربة سواء تحققت كتجريب مخبري، ردوا معي البال هذه الفكرة، كتجريب مخبري على ظاهرة قابلة للفرز والمشاهدة بحال الظواهر الطبيعية مثلا، أو كتجريب غير مخبري كالتجارب التي يتم إنجازها في مجال العلوم الاجتماعية، لأن ما كنقدرش ندير تجربة على الإنسان في داخل المختبر، وإنما عندي طرق أخرى للتجريب يمكن أن يسعفني المجال في موضوع آخر وأشير إليها، يسعفني مجال الوقت، أو كان هذا التجريب انفتاح على الافتراض أو الخيالي فإنه لا يمكن إنكار أهميتها. راه ما يمكن ليش أنا إنكار أهمية التجربة مهما اختلف حولها، أنا أيضا كنقول أن للتجربة دور، طبيعة الدور أنا ماشي مسؤول عليه، المهم أن لها دور في بناء نظريات علمية. انتبهوا معايا لهذا التخريج، لن نتساءل، انا ماشي عالم، انا قارئ، انا تلميذ، انا بغيت نكتب موضوع، اذا انا ماشي في اطار، ماشي الاطار الذي ساحاكم فيه علميه النظريه، اذا لن نتساءل، انتبهوا معايا، عن مدى صدقها، تهمنيش انا صادقه او غير صادقه، ولا ثباتها ولا شموليتها لحوادث كثيره من الواقع الطبيعي والاجتماعي، ولا يتطلب منا الاعتراف بقيمتها العلمية أن نقف عند معايير قياس نجاعتها، بل ما يهمني أنا كتلميذ، ما يهمنا هو الإشارة والتأكيد على أن تاريخ المعرفة والمعرفة العلمية بوجه خاص فتح أمام الذات العارفة آفاق واسعة للفهم واستثمار نتائج العلم بنظرياته المختلفة وتوظيفها من أجل توجيه الفكر وحثه على التصور والتوقع والافتراض، مما قد يكون عاملا أساسيا في مجال تطوير وتجديد المعرفة الإنسانية. إذن المعرفة الإنسانية بالنسبة لنا وما ينتج فيها من نظريات نتعامل معها بقدر ما نستفيد، ما استفاد العلم واستفادت المعرفة الإنسانية عموما في أنه يطور الواقع الإنساني، كانت النظرية علمية أو غير علمية، فالعلم نفسه متواضع. لماذا؟ لأن ليس بالضرورة أن كل نتائج العلم هي نتائج صادقة ونهائية، صدق هي صادقة ولكن ليس صدقا نهائيا ولا يمكن أن يخطى، بل إن تطور المعرفة هو نتيجة تصحيح ما يمكن أو ما يقع من أخطاء في العلم، فنظريات تنسخ بعضها إما من خلال التعديل وإما من خلال التنقيح وإما من خلال أيضا الإلغاء والتصحيح، فتاريخ العلم هو تاريخ تصحيح
أخطاء العلم، والعلم تطور من بعده التواضعي، بمعنى أن ليست هناك نظرية لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها. استودعكم الله، وإلى اللقاء في حصة أخرى. إكراه الوقت لا يرحم. شكرا، وأجدد إلى اللقاء.